انت ايه اللي مخوفك بالشكل ده قوي كده؟ ان اهل هند عرفوا ولا ان مامتك عرفت؟ الاتنين يا ليلى. انا مش فاهم مين ليه مصح ان هو يعمل كده؟ والله العظيم هتجنن. خلاص ما دام متضايق قوي كده مش قول لهم الحقيقه. قول لهم ان احنا متجوزين على الورق بس وان احنا مفيش اي حاجه بينا. مش من حق اي حد ان هو يتدخل في حياتي اصلا يا ليلى. لا من حقهم اهلها ومن حقهم يخافوا عليها، خليك حقاني. عادل. ايوه احمد. عرفت. انا خلاص جاي في الطريق قدامي نص ساعه. انت بس عامل سوق على مهلك وما توصل يبقى طمني. هقول لي مين يعني؟ اكيد ما قلتش لاي مخلوق ان مراتك عندها الايدز يا احمد. ايه؟ انت كنت عارف يا عادل؟ شش. يا نهار اسود. انت كنت عارف بالوحله اللي اخوك فيها دي وسته؟ انت ازاي تكون عارف وتاخدني عندها وناكل من ايديها؟ ما عرفتش الحكايه دي يا ماما غير لما كان احمد اتجوزها. خلاص يا نهار اسود. قعدنا معاها وكلنا من ايديها وشربنا اتريني من ساعه ما كنت عندها والصداع ما بيروحش من دماغي. هو ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ما قلنا ما بيتنقلش من الاكل والشرب. وبعدين في ايه يا حنان ما تهدي كده وبطلي فتي اللي انت بتقوليه ده من الصبح. بس لما جت عندنا ما كانش باين عليها حاجه. يا نهار ابيض، دي حضنه كريم يا عادل. يا نهار اسود. اسكتي بقى، اسكتي شويه. اسمعوا بقى كلكم، من ساعة ما ليلى عرفت اللي عندها ده سافرت بره وعرفت كل حاجة عن مرضها وعرفت ازاي تتعامل مع كل الناس من غير ما تعدي حد. لو حصل وجه احمد واتكلمتوا معاه في موضوع مرض مراته مش عايزه يسمع اي كلمة تزعله لا عنه ولا عنها. مفهوم؟ يا ذا الخيب يا ذا الخيب، حرقت قلبي عليك يا احمد.